بإذن الله. ونواصل النشرة من مدينة أكادير التي أضحت ملتقا لطرق طرق ملتقى طرق لفن الكاريكاتير الإفريقي. المهرجان الدولي للكاريكاتير بإفريقيا بلغ دورته الثانية، وتشهد تنظيم مسابقة دولية يشارك فيها أزيد من 700 فنان ورسام كاريكاتير يمثلون أكثر من 80 دولة. ريبورتاج الحسين الزيقعادي البوسكري. لأن الكاريكاتير هو الفن الوحيد الذي لا يحتاج إلى كثير من الشرح، توحدت الرسوم المشاركة في مسابقة المهرجان الدولي للكاريكاتير بأكادير، توحدت في قاسم مشترك موضوعه الماء ثروة تحت الضغط. المسابقة سجلت مشاركة ما يربع عن 700 رسام كاريكاتوري يمثلون أزيد من 80 جنسية مختلفة. شاركنا في المسابقة تاع الكاريكاتير بالطبيعة من أجل أن نوصلوا رسالة، والرسالة تكون معبرة، ننقدوا الوضع يعني بطريقة كاريكاتيرية. في هذه السنة اخترنا موضوع وتيمة الماء نظرا لأهمية هذا الموضوع في الجهة وعلى الصعيد الوطني والإكراهات اللي كتعرف هذا الموضوع خصوصا مع التغيرات المناخية. موضوع الماء. مهرجان فيكا خصص هذه السنة التفاتة رائعة لواحد من أعمدة الكاريكاتير المغربية الأستاذ العربي الصبان، كما تم تتويج عدد من الفنانين الذين تميزوا في تناول موضوع الذهب الأزرق. الذهب الأزرق هو الضحية الأولى ديال التغيرات المناخية، وبالتالي فلابد أن نرى مستقبلا أنه غادي يوقع تغييرات فيما يخص هذا العنصر هذا، وبالتالي فالتدبير المعقلان وكذلك الاستعمال المعقلان ديال المريد هو المطلوب في جميع القارات. إنه موضوع ذو أهمية بالغة، إذ يهم البلدان التي تعرف نقصا في الماء وبلدان أخرى عليها الاقتصاد من الماء. إنها رسالة علينا تبلغها. مهرجان فيكا موعد دولي للكاريكاتير بإفريقيا، مهرجان حديث العهد، فهو في دورته الثانية، إلا أنه استطاع الجمع بين الفن والإبداع الكاريكاتوري والنقد الساخر والاجتماعي حول استعمال الماء. فالرسوم الكاريكاتورية تحمل على عاتقها مهمة تحريضية نحو عالم أفضل.